تعودنا أن يسقط الشهداء لأن المقاومة كما ذكر زملائي حق والمشروع. سقط الشهداء ولكن في القلب غصة في ظل هذه الهجمة البربرية الإسرائيلية على الأطفال والنساء، تدمير البيوت على قطاع غزة. هذه الهجمة ليست موجهة إلى فصيل أو إلى قطاع غزة، موجهة إلى الشعب الفلسطيني، إلى القضية الفلسطينية. لقد ارتكب الاحتلال أبشع جرائم من جرائم النازية في الضفة الغربية وفي قطاع غزة، وآخرها ما يجري في قطاع غزة من قتل للأطفال، وما جرى في القدس الشريف من إجبار طفل 13 عام على أن يشرب البنزين ويحرق وهو حياً. نحن نتحدث والعالم يتحدث ويتغنى في الهولوكوست، وما نسمي هذه الجرائم ضد الأطفال؟ إن الغرض الأساسي من هذا الاجتماع هو البحث بالآليات الكيفية التي تؤمن تحقيق مسائلة قانونية دولية لمرتكبي الجرائم في غزة الذي راح ضحيته لحد الآن آلاف من الفلسطينيين المدنيين جلهم من الأطفال والنساء. إذا بدنا من العمل مع جميع التنظيمات العربية المهنية كالصحفيين والأطباء والحقوقيين والمحامين والفنانين، ما يمكن تحقيق جبهة شعبية عربية تواجه هذا التمادي الإسرائيلي الغاشم الذي يستهدف الشعب الفلسطيني ووجوده وحقه في تقرير المصير وإقامة دولته.